بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ هنتكلم النهارده على الايرورز. الايرورز اي حاجه، اي عمليه قياس هتعملها في حياتك لازم هيبقى فيها ايرور او انسرتينتي، ولازم تبقى عارف دي جايه منين وحدودها قد ايه، لانك لو مش عارف ده يبقى القياس اللي انت بتعمله بكل بساطه ملوش لازمه او ملوش معنى. فهتلاقيها دايما ان في بدايه كورس الفيزياء مثلا او الانترودكتوري فيزيكس كايناماتكس وكده، هتلاقي ان اول حاجه بتتقالك هي ان اي ميجرمنت من غير الانسرتينتي او without knowledge of uncertainty is meaningless، يعني ملهاش لازمة. فالفكرة ان اي عملية قياس بيحصل فيها اخطاء نتيجة عوامل كتير هنحاول نتكلم عليها. فاذا انت ما بتجيبش الاكزاكت فاليو، الاكزاكت فاليو بتاعت الحاجة اللي بتقيسها يعني الطول ده، انت مش بتجيب الطول بالظبط، ما فيش حاجة اسمها exact value، لكن بتجيب حاجة اسمها most probable value او best estimate. ده اللي انت بتعرف تجيبه على حسب طبعا الادوات اللي معاك، على حسب حاجات كتير، لكن في النهاية الحاجة بالظبط طولها بالظبط كام، يعني فيها كام، يعني على عرضها بالحد السكيل النانوميتر، يعني انت مش معاك كده. يعني مثلا لما بتقول الطول ده 10 متر، هو ممكن يبقى يعني هو مش 10 متر بالظبط، هتلاقيه 10.001 مثلا. لو انت الدقة بتاعتك تجيب ال 001 هتلاقيه 10.00153 مثلا. فانت في النهاية بالظبط مش معاك، لكن معاك most probable value او البست استيميت. طيب الموست probable value يعني لو احنا عندنا طول ممكن اقيسه اطلعه 10 متر، ممكن اقيسه اطلعه 10.01، ممكن اقيسه اطلعه 10.013. فاذا كده الدقة بتاعتي او الاكيوراسي بتاعي بيزيد، ماشي؟ الاكيوراسي بيزيد. طب انا علشان اخليه افضل، اخلي الام بي في يعني فور بيتر بيرسيجن، بتعامل ازاي او بعمل ايه؟ يعني انا الموست بروبابل فاليو اللي انا جبته ده عايز اقربه للقيمة بتاعت او القيمة الحقيقية، لانها مش هجيبها بالظبط بس عايز اقرب منها. اعمل ايه؟ قالك علشان تخليه الـ MPV ده افضل قيس كذا مرة، يا اول حاجة استعمل معدات more accurate، لان اكيد لما هتيجي تقيس طول بشريط مثلا غير لما هتيجي تقيسه بمعدة يعني ادق، او يعني حتى لما تيجي تقيس الشريط متدرج ازاي، خدت بالك؟ يعني مثلا متدرج كل سنتي غير لو متدرج كل ملي مثلا. يعني في النهاية ايه الاكيوراسي بتاعت الانسترومنت هتفرق معاك في القياس. وكمان حاجة تالتة، ان الشخص اللي بيقيس ده يبقى عنده خبرة، more experienced، لانه عارف يتعامل بشكل افضل مع الادوات اللي هو بيقيس بيها، عارف هي ممكن تقلش منه فين. دي حاجة الواحد بيكتسبها بالخبرة، مش بتبقى من يعني عشان كده انا بقولك علشان الموست probable value بتاعك يبقى اقرب او more precise انت بتحتاج التلات حاجات دول، تقيس كذا مرة وتاخد افرش، يبقى عندك اداة اكثر دقة، ويبقى عندك الشخص اللي بيقيس نفسه عنده خبرة، ماشي؟ طيب تعالى نتكلم على الايرورز ذات نفسها بتيجي منين. يبقى احنا هنتكلم على السورسز. ايرورز بتيجي منين؟
الحقيقة احنا نقدر نصنفها لتلات تصنيفات، او السورسز نصنفهم لتلات تصنيفات. اول حاجة الناتشرال ايرور. يعني ايه ناتشرال؟ يعني حاجة ليها علاقة باللي حواليك، بالجو، بالانفايرمنت. يعني مثلا الرطوبة عالية، درجة الحرارة عالية، فمثلا لو انت بتستعمل مثلا شريط حديد مثلا فاتمدد، عشان كده ما بيستعملوش شريط الحديد في الموقع، بيستعملوه قماش او انفار. فده شيء طبيعي، ده من اللي حواليك، الطبيعة من حواليك، ده الناتشورال ايرور. طب عندي نوع تاني هنسميه انسترومنتال. الانسترومنتال ايرور جاي من ايه؟ جاي من الاداة اللي انت بتستعملها. يعني افرض مثلا ان الشريط بتاعك مثلا متكل منه 10 سنتي في الاول، يعني هو ما بيبدأش من الصفر، بيبدأ من 10، فالقياس اللي هيطلعه لك هيبقى غلط. انت بتحتاج بقى تعدل ده، هنتكلم على النقطة دي بعدين، بس في النهاية الشريط بيقيس، هتحط بدايته ونهايته هتلاقي بيقيس متر وعشرة سنتي بدل متر مثلا يعني. وهنتكلم في دي، يعني ده نوع الايرور ده ايه، بس اصبر عليا. الفكرة ان انت عندك ده انسترومنتال ايرور، يعني حتى مثلا لو عندك جيج مثلا بتقيس حاجة بتلاقي الصفر متشفت سنة، مش على الصفر بالظبط. الحاجات دي هي ايه؟ المشكلة من الاداة اللي عندك، تمام؟ الاداة اللي بتستعملها فيها حاجة، فده نسميه instrumental error. تالت حاجة هنقول عليها البيرسونال error. personal error ناتج عن الناس اللي بتستعمل الادوات دي في القياس. ازاي بقى؟ انت ما ثبتتش الجهاز كويس، خبطته هزيته. مثلا لو انت بتشتغل مثلا توتال ستيشن وجيت تحط الجهاز بتاعك والدنيا تمام، بس انت مش حطه تمام، حطه في حتة مش ثابت، فغرز لقيته ايه، تهز ما بقاش ثابت، بتاخد قراية من واحد خدتها غلط، بتقرأ رقم قريته غلط، فاهم انت؟ ده كلها اخطاء ايه؟ جاية من الشخص مش من الآلة، ماشي؟ دي المصادر بتاعت الايرورز. يعني الايرورز جايه منين؟ يا جايه من الطبيعه، يا جايه من الاله، جايه منك، ماشي؟ طيب عايزين نقسم او نعرف انواع الايرورز دي، عشان لما نعرف انواعها نعرف نتعامل برضو معاها. يعني احنا عرفنا المصادر هنقدر ايه، يعني احنا فهمنا هي جايه منين، دلوقتي عايزين نعرف انواعها عشان نشوف التعامل مع كل نوع بيبقى ازاي. يبقى احنا هنتكلم على التايبس اوف ايرور. ماشي، اول نوع هنقول عليه الميستيك او البلندر. الميستيك ده خطأ غريب، خطأ واضح، خطأ غير منطقي، خدت بالك؟ وبسبب ده سهل انك تشوفه. يعني انت مثلا ايه، واخد قرايات لطول مثلا، تاخد القرايات ايه مثلا 10 و10.2 و9.9 و15، خدت بالك؟ 15 ايه دي؟ لو كل القرايات دي نفس الطول هتيجي تقول لي 15 مين؟ اكيد ده في ميستيك هنا، صح؟ ممكن مثلا بدل الخمستاشر دي كانت 10.5 مثلا او 9.5 او whatever. الفكرة ان ده بعيد قوي، خطأ غريب، وفي الغالب الميستيك ده بيبقى بسبب personal error. يعني الميستيكس في الغالب بتبقى جاية من شخص واحد، عمل كتب رقم كتب رقمين عكس بعض. يعني مثلا ايه، انت تقول له 56 فيقول لك يعني 5 وبعدين 6 ولا ايه، يعني تقول له 65 يعمل لك كده، ف هكسلك الارقام. ده ايه؟
ده جاي من الشخص. فالمستيكس في الغالب بتبقى جاية من الأشخاص. دي أول حاجة. عندي نوع تاني من الإيرورز سيستماتيك. سيستماتيك إيرور ده إيرور بيتكرر بنفس القيمة ونفس الساين. ودي تفرق. يعني إيه؟ أولا إيه سيستماتيك؟ يعني بيتكرر بنفس القيمة وكمان نفس الساين. يعني لو الخطأ ايه بيزود عليك مثلا في القراية 10 سنتي فهو دايما بيزود عليك 10 سنتي، مش مرة يزود ومرة يقل. فده سيستماتيك ايرور. ده زي ايه؟ زي الشريط اللي قلنا عليه، او زي الزيرو شيفت. انت عندك دايل الصفر بتاعه هنا، وانت قبل ما تحط عليه اي لود مثلا، لو انت بتقيس بريشر مثلا او واتيفر بتقيس لود، انت قبل ما تحط اي حاجة هو عامل كده، هو مش محطوط على الصفر، هو مزود حتة، خدت بالك؟ فده ايرور، ده ايرور سيستماتيك، لانه دايما هتلاقيه بيزود الحتة دي. وده بما انه يعني من شرحي ده انت تقدر تستنتج انه في الاغلب السيستماتيك ايرور ده ايه، تقدر تقول عليه انسترومنتال ايرور. في الغالب جاي من الآلة، حصلت مشكلة مثلا ايه، زي ما انت شايف ايه الشريط فيه حتة متاكلة، عامل اكسس ميس الاينمنت، لسه هنتكلم في الاجهزة اللي جاية هنشوف. بس هي الفكرة في النهاية انه جاي من الآلة. سيستماتيك ايرور جاي منين؟ من الآلة. طيب لطيف، فاضل نوع تالت من الايرور هنقول عليهم راندم ايرور، اخطاء عشوائية. ليه؟ مش عارف. منين؟ مش عارف. هل بتبقى موجودة دايما؟ هل اقدر الغيها؟ لا، لكن اقدر اقللها. بس يعني هقدر اعمل لها مينيمايز، لكن مش هقدر الغيها. ما اقدرش اقول ان انا لغيت الراندم ايرورز. تمام. حاجات ملهاش يعني سبب ثابت، خدت بالك؟ فاحتمالية ظهورها عالية عامة. واحتمالية ظهورها بقى ايه في الساين بتختلف. يعني السيستماتيك ايرور بيبقى نفس القيمة ونفس الساين، انما الراندم ايرور ممكن يبقى مثلا الغلط جالك بالموجب، يعني تقرا قرايه اكتر او تقرا قرايه اقل، خدت بالك؟ هو يجي في اي اتجاه، في اي ساين، باي حاجه. لكن بالنسبه للراندم ايرورز، الاخطاء اللي قيمه الخطا فيها كبيره، ميستيك، قليل انها تحصل. تمام. يبقى ايه نسبه او الاخطاء الكبيره احتماليتها صغيره. يبقى انا كون ان في خطا كبير يظهر عندي احتماله صغير، لكن الاخطاء الصغيره بتظهر على طول. تمام. يبقى الاخطاء الصغيره احتمالها كبير، خدت بالك؟ وقلنا ممكن يجي مثلا الخطأ بالبوستيف او النيجاتيف، فممكن يلاشي بعض جزئيا، فيحصل ايه زي ما قلنا مينيمايز. وطبعا زي ما قلنا ده موجود في اي عملية رصد او حتى ايه في المساحة، اي عملية مساحية هتلاقي فيها راندم ايرور. طب اتكلمنا على الايرورز، عايزين نعرف ازاي نتعامل معاهم. ازاي نتعامل مع الايرورز اللي بتحصل دي؟ على حسب نوعهم نتعامل. اول نوع عندنا كان الميستيك او البلندر. بكل بساطة لو ظهر عندك ميستيك شيلها،
زي ما قلنا عندك 10 و10.2 و9.8 و15. شيل ال15 كده، بص تعالى كده ايه مصحة، وده حتة حشيش ملناش دعوة بيها، بس لان هي يعني بعيدة جدا عن الاوبزرفيشن. ماشي، يبقى بالنسبة للمستيك بكل بساطة get rid of it، شيلها لو قراية مختلفة قوي زي ما انت شايف. ده بالنسبة للمستيك. طب بالنسبة للسيستماتيك، بالنسبة للسيستماتيك ايرور بعمل ايه؟ بعمل له معالجة عن طريق حاجة معينة بتتكرر. بقى ايه المعالجة دي؟ يعني بعمل له معالجة ازاي؟ يعني ايه معالجة؟ يا اما بعمل له كاليبريشن، يا اما بعمل له او بستعمل ماثيماتيكال موديل. ازاي بقى الكلام ده؟ اولا كاليبريشن احنا اتكلمنا عليها، اللي هي المعايره اتكلمنا عليها في الماتيريال وشفناها في المعمل عامله ازاي وكده، بتعاير الجهاز علشان تعرف الفرق بين قراية الماشين وقراية الحقيقية او البرسنت اوف ايرور، وكنا بنرسم كاليبريشن كيرف اتكلمنا عليها في 1.5 في الماتيريال. ماشي، بعمل معايرة امتى؟ تاني نفس السؤال، بعمل معايرة امتى؟ احنا كنا قايلين لما تشك و اول ما يطلع واما تشتري وصورة دورية، هي نفس الكلام هنا. يعني ايه هتعمل معايرة امتى؟ لما تحتاج. اول حاجة يعني ايه لما تحتاج؟ عندك مشروع مهم مثلا، مشروع مهم محتاج فيه الدقة فبتعاير عشان تطمن. وطبعا اول ما بتشتريه، يعني اول ما بتشتري الجهاز لازم تعاير وتطمن. ده انت اي حاجة بتقول له شغل لي البتاع دي ورهاني كده شغالة ولا لا، فلازم تعاير اول ما بتشتري. تالت مرة في حالة الصدمات مثلا، يعني حصل عندك مشكلة في الجهاز، جهاز وقع لا قدر الله يعني، وعدي فيها وقوع روح يعني، لكن وقع جهاز، فانت ايه بتبدأ تدور تشوف هل في حاجة حصلت، هل الدنيا فيها حاجة ولا الدنيا تمام. وطبعا زي ما قلنا قبل كده بصورة دورية، يعني انت كل شهرين كل شهر كل كل فترة بتطمن ان هو زي الفل. ماشي، لانه ممكن مع الاستخدام تحصل عندك بقى ايه مشاكل. طيب ده الكاليبريشن. يعني ايه ماثيماتيكال موديل؟ يعني تعالج الايرور ده، مش سيستماتيك، فاقدر عن طريق معادلة رياضية ان انا اشيله. معادلة رياضية زي ايه؟ ما انت لما تطرح الايرور العشرة سنتي من من المتر اللي انا كنت بكلمك عليه، دي معادلة اهي، ده الماثيماتيكال موديل اللي انت استعملته يعني. ماشي، طب ده بالنسبة للمستيك والسيستماتيك. بالنسبة للراندم ايرور، الراندم ايرور ما بتبدأش فيه غير لما تخلص اللي قبليه. يعني ايه؟ يعني تخلص من المستيكس وتخلص من السيستماتيك ايرور، بعدين حاول هتعمل ايه؟ هتشيله؟ لا، هتمينيمايز، هتحاول تمينيمايز الايرور ده، هتحاول تقلله. هتقلله عن طريق ايه؟ هنقلله عن طريق حاجة اسمها theory of errors. طيب تعالى ننسى المساحة شوية ونقلب احصى، هنقلب احصى شوية. تخيل عندك طول ال، ماشي، انت عايز تقيسه، قسته مثلا عدد ان من المرات. ماشي، يعني انا زي ما قلنا طلعت قياس 10.1 10.2 9.9 وكذا، طلعت كذا قياس عدد ان من المرات. فاذا هقدر اقول لك ان الموست بروبابل فاليو اللي هي ال بار، هنقول اللي هو الاريثمتيك مين،
هو مجموع القرايات على عددها، متوسط القرايات هو ده الـ most probable value. كده انت قدرت ايه توصل تقرب لي الـ actual value اللي احنا مش بنعرف نوصل له، بانك جبت ايه arithmetic mean. ماشي، هل المين يكفي؟ وهتلاقينا اتكلمنا كده في الميجر اوف سنترال تندنسي في الاحصاء كنا بنقول المين لا يكفي. ليه؟ لان انا لما اقول لك مثلا 78 و80 و82 دول قرايات متوسطها كام؟ 80. طب لو عندك 60 و80 و100 دول متوسطهم 80. طب لو عندك 30 و80 و130 متوسطهم 80. طب لو عندك 81 و159 متوسطهم 80. في فرق بينهم؟ لو انت بتعتمد على المين بس فما فيش فرق، لكن بص كده هل في فرق بينهم؟ هل ينفع هتطلع طول مرة بمتر ومرة بتمانين ومرة ب160؟ ازاي؟ في حاجة غلط، في بيرسيجن، في مشكلة بيرسيجن، في مشكلة دقة. تمام، لان انت اللي بتطلع القرايات في هذه الحالة مش مجرد ديسبيرجن لداتا جايالك، ده انت اللي بتعمل الداتا، فانت كده في مشكلة بيرسيجن. فاحنا عايزين نقيس هذه المشكلة. فواحدة واحدة، الاول هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على حاجة اسمها الريزيديوال. ماشي، الريزيديوال ده بكل بساطة هو الفرق قيمة عن المين. يعني لو انا المتوسط 80، وتعالى نرجع لنفس ايه الداتا اللي عندي، 78 80 82 و80 و60 و100 المتوسط ب80، متوسط ب80. لو عندي الريزيديوال اللي هنقول عليه في، الريزيديوال لأي داتا فاليو من دول ال اي هيساوي، او اسف هيبقى في اي هيساوي المين ناقص القيمة بتاعتك. يعني الريزيديوال ل 78 اللي هنقول عليه في 1 مثلا هيبقى المين اللي هو 80 ناقص ال 78، الريزيديوال ب 2. طب بالنسبة للداتا سيت اللي تحت 60 80 100 الريزيديوال بتاع ال 100 هيساوي كام؟ هيساوي المين ناقص ال 100. هتلاقي الريزيديوال طالع بسالب 20. السالب دي معناها هو قبل ولا بعد المين، يعني هي مش هتفرق معاك في حاجة، لكن القيمة 2 ريزيديوال 2 وصدر ريزيديوال 20، يعني انت بعيد عن المين ب20 يونت. يبقى انت في عندك كده مشكلة، خدت بالك؟ فاذا دي او ده اللي بنعرف نعرفه عن طريق الريزيديوال. طب عن طريق الريزيديوال نقدر نرسم حاجة، نقدر نرسم جراف، نقدر نعمل بلوتينج للداتا اللي احنا طلعنا بيها. هنعمل بلوت لحاجة اسمها هيستوغرام، بس مش اي هيستوغرام، هيستوغرام اوف ايرورز. بكل بساطة عندي هنا هنحط الايرورز، وعلى هذا الاكسس مثلا هنحط الفريكوينسي بتاعت الايرور. ولو قلنا الصفر في النص عشان نعرف نتكلم هتلاقي ايه الايرور او اللي هو الريزيديوال بكل بساطة. يعني نقدر نكتب هنا الريزيديوال، يعني الفرق عن المين. انا دلوقتي بعمل بلوت علشان اشوف الفرق عن المين بيظهر كم مرة، خدت بالك؟
هتلاقي قيم بتعمل معاك حاجة زي كده. هتلاقي عندك شكل الهيستوجرام لكنه كبير في النص وبيصغر وانت ماشي وانت بتبعد. وانا مش برسم بالظبط هو المفروض ما بيس ماشي اهو وهكذا. هتلاقيه وانت ماشي المفروض انه بيتبع الشكل النورمال نورمال ديستريبيوشن. وطبعا كل ما الايرور يبقى سيستماتيك كل ما هتلاقي فيه هوموجينيتي بينك بين الاوبزرفيشنز وبين بعضها. طيب بهذا الشكل اللي عندنا في الغالب انت بتلاقي الايرورز او الفريكوانسي بتاعت الايرورز بتتبع التوزيع الطبيعي اللي هو البيل شيبت كيرف. خدت بالك؟ خلي بالك ايه احنا رسمنا عملنا البلوت للهيستوجرام ده about a certain interval ماشي هنقول عليه دلتا. يعني انا ايه اتحركت 1 2 3 خدت بالك؟ وبهذا الشكل اللي احنا شغالين بيه نقدر نقول على الكلام اللي احنا عملناه ده equal weight univariable statistics. ليه equal weight؟ اديت كل حاجة نفس الفاليو ما وزعناش ما عندناش weight function ما عندناش weighted average. لا ده average عادي كله ليه نفس الويت univariable لان عندي variable واحد هو المتغير. فاذا ده equal weight univariable statistics. وخلي بالك قبل ما نكمل في حاجة مهمة جدا لازم تبقى مطمن منها بالنسبة للresidual ان مجموع الresiduals لازم يبقى صفر. يعني الصم بتاع الresiduals لازم يبقى بصفر. لو جمعت كل الريزيديوالز هتلاقيهم بصفر لازم. لو ما تجمعوش بصفر يبقى في حاجة غلط في حساباتك ماشي. طيب لو احنا بدأنا يعني ايه تعالى سيب الاستاتيكا الاحصى شوية وتعالى ايه شوية رياضة. احنا ايه بص هنقعد نتنطط. احنا قلنا اننا عملنا او قسنا الطول ال عدد ان من المرات ولما جينا نرسم الهيستوجرام رسمناه في انترفلز دلتا مثلا كانت 1 متر مثلا لو احنا كنا نقيس 10 يعني واخد بالك. المهم يعني اننا قسنا الانترفل. لو احنا قلنا ان الان دي انا عايز اقيس كتير بدل ما اقيس 3 مرات اقيس 5 اقيس 10 اقيس 100 اقيس 1000 اقيس ما لا نهايه من المرات او tends to infinity ماشي. وفي نفس الوقت الدلتا دي لما هاجي ارسمها او اجي اعمل بلوت لو احنا قعدنا نقللها قوي ايه اللي هيحصل عن طريق الحاجتين دول؟ يعني انا لو قعدت اقيس يعني انا طبعا ايه كل يعني انا لو قست مرة انا الطول الحقيقي ب10 لو انا قست اول مره بقت 9.5 وتاني مره طلع معايا مثلا ب11 او قول ب10.2 فانا لما اخد المتوسط ده هقرب للقيمه الحقيقيه اللي هي 10 صح؟ لان انا كل ما هقيس قيم كل ما هقرب للاكتوال فاليو. فلو انا قست عدد لا نهائي من المرات هوصل للترو فاليو ماشي رياضيا يعني. فاذا الموست بروبابل فاليو هيتحول ل لترو فاليو مش موست بروبابل لا هيتبقى ترو فاليو وهنقول عليها الستار. والايرور اللي هو الريزيديوال هنقدر نقول عليه ترو ايرور. وهنرمز له كده والهيستوجرام لما تيجي ترسمه مش هيبقى هيستوجرام حتت كده لا هيتحول فعلا لنورمال ديستريبيوشن كيرف زي كده. ان انت ايه الانترفال كان كبير كل ما هتصغره هتوصل في النهايه لشكل الكيرف ده
واخد بالك، هتوصل له في النهاية. normal distribution curve او normal او يتبع normal distribution function. طب تعالى، يعني النورمال ديستريبيوشن فانكشن دي ايه خصائصها بقى، لاننا قلنا اننا هنوصل لهذا الشكل، انا عايز اعرف خصائصه. ايه خصائص هذا الشكل نقدر نقول عليه او اللي انت سمعته عنه طبعا انه بيل شيب؟ هتلاقي انه سيمتريك about المين او symmetric about the error equal zero. ما اكيد الريزيديوال، ما هو الريزيديوال عند المين هيساوي المين ناقص نفسه، هيساوي صفر، ماشي. وهتلاقي انك ان دي اعلى حاجة، او انك كل ما تقرب لهذه النقطة، دي النقطة السيمتريك كيرف سيمتريك حواليها، وكل ما تقرب لها من ناحية او من ناحية هتلاقي الاوكورنس اعلى. نفس الكلام اللي قلناه، احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان كل ما قيمة الايرور تقل نسبة احتماله تزيد. يعني انا لو بغلط في ملي هتلاقيني بغلط في ملي كتير، لكن مش هتلاقيني بغلط في متر كتير. خدت بالك؟ ايه دي الفكرة؟ فاذا هو سيمتريك اباوت المين، وماكس هناك اباوت المين. هتلاقيه عند الاطراف بدأ يبقى بارلل للاكسس. خدت بالك؟ فهو بارلل للاكسس لاني اكسس للايرور اكسس عند زاد وناقص انفينيتي، ان هو ايه، كان دول اسيمتوتس هو بيروح لهم. وهتلاقي الاريا اندر ذا كيرف هتلاقيها بتساوي واحد. يعني ايه الاريا اندر ذا كيرف بتساوي واحد؟ الاريا تحت الكيرف هنا، طبعا دي اريا اندر ذا هول كيرف، الاريا تحت جزء من الكيرف بتمثل ايه؟ نسبة وقوع هذا الايرور. يعني انا ايه، لو الايرور هنا بقيمة مثلا 3 او whatever، فمن 3 ل 4 او من 2 ل 3 نسبة وقوع الايرور هي الاريا اندر ذا كيرف. فالاريا تحت الكيرف كله اللي هي نسبة وقوع كل الايرورز هتلاقيها 100%، ماشي. فالاريا تحتيه بواحد، دي من خصائص الكيرف ده. طيب تعال نكمل كلامنا على، احنا كده بنتكلم على ايه؟ على البرسيجن. فاذا بنتكلم في الميجر اوف برسيجن، يبقى احنا عايزين نعرف قد ايه الداتا اللي انا طلعتها دي برسايس. هعرف بايه؟ هعرف بكام حاجة بقى ايه اللي هنحاول نجيبهم دلوقتي. هتلاقينا بنجيب حاجة اسمها افيراج ايرور. الافيراج ايرور متوسط الخطأ، ده مش متوسط القيمة، لا انا بعمل متوسط لايه؟ للريزيديوال او الايرور. الريزيديوال هو الايرور، بس بعمل له المتوسط بابسليوت لان مجموع الريزيديوال بصفر، علشان ايه؟ حبه بيبعدوا عن المين بالموجب وحبه بيبعدوا بالسالب، فانا هجمعه بالابسليوت من غير الإشارة، هجمعه من غير الإشارة، هيديني متوسط البعد عن المين، ماشي. عندي حاجة تانية اسمها probable error. probable error أو الخطأ المحتمل، ده الخطأ اللي في النص. في النص يعني ايه؟ يعني ميديان، يعني الميديان بتاع الأخطاء. طب الميديان بيتجاب ازاي؟ لو عدد الايرورز، لو الان بتاعتي اود، فالميديان هو ان بلس واحد على اتنين، ده الترتيب بتاعه. يعني لو عندي 7 values
الرابعة هي الميديان لو انا مرتبهم طبعا بعد الترتيب، ولو ايفن بلاقيني بقول هاخد متوسط الرقمين اللي في النص. ماشي، الكلام ده قلناه في الاحصاء، ميديان مفهوش حاجة، لكن انا بطبقه وبستعمله استعمال عملي هنا. وحاجة او اخر حاجة هنتكلم عليها في النقط دي هنقول الستاندر ديفيجن او الانحراف المعياري، وده اللي بيتم استعماله في الاغلب. ليه بنستعمل الستاندر ديفيشن اكتر حاجة؟ هو يعني الستاندر ديفيشن هو اكثر الميجورز دي استعمالا، بس ليه؟ واحدة واحدة. اول حاجة الستاندر ديفيشن ليه كذا معنى، ليه جيومتريكال وفيزيكال interpretations. بص معايا هنا، ودي نفس الصورة اللي عرضتها في الكورس الاحصاء، احنا لسه نفس الكلام. بس تخيل بدل ما انت الميو عندك انت هنا الصفر، يعني تخيل انك ايه، انت هنا ده الايرور هنا بصفر او الريزيديوال بصفر عند المين. الفكرة انك لما بتتحرك عن المين بستاندر ديفيشن عند هذه النقطتين، النقطتين دولا يعتبروا انفليكشن بوينتس. يعني عند او على بعد واحد ستاندر ديفيشن بوزيتيف او نيجاتيف انت عندك انفليكشن بوينتس. يعني انفليكشن بوينتس دي نقطة تغير في الكيرف، الكيرف كان عامل كده قلب، وهتلاقي تحت كلام اكتر في الديسكريبشن، هتلاقي شويه كلام على ليه او يعني ايه انفليكشن بوينت. ماشي، موجودين عند بوزيتيف ونيجاتيف سيجما، دي اول حاجه جيومتريكال مينينج. تاني حاجه الفيزيكال مينينج اللي هو مرسوم لك فعليا على الجراف اهو، اللي هو على بعد واحد سيجما او الايرورز اللي موجودة من بين بوستيف ونيجاتيف سيجما هما 68% من الايرورز. ماشي، يحتوي على 68% من الحاجات، فاحنا بنقيس ايرورز، فاذا من بوستيف لنيجاتيف سيجما انت عندك 68% من الايرورز، من بوزيتيف لنيجاتيف 2 سيجما هتلاقي عندك 95. ومن بوزيتيف لنيجاتيف 3 سيجما هتلاقي عندك 99.7%. يبقى انا لو الستاندرد ديفيشن او لو الايرور بتاعي في هذه المنطقة، يعني الايرور صغير، يعني لو الايرور بين سالب وموجب سيجما ده جود اوبزرفيشن، الايرور بتاعي في منطقة يعني ماشي. لو هو في 2 سيجما يعني بدأ الايرور يبعد قوي عن المين او الريزيديوال يكبر، بقى عندي باد اوبزرفيشن. ولو الايرور بقى من هنا في الحتة دي خلاص انا كده very bad observation. لاحظ انا بكلمك على ايه، انا بكلمك على residual مكانه فين بالنسبة لي الستاندر ديفيشن. ماشي، لو انا على بعد 3 سيجما من المين يبقى انا كده بعيد خالص. خدت بالك؟ هو ده الفيزيكال انتربريتيشن للموضوع. طب واحد هيجي يقول لي طب لو بعد 3 سيجما، يعني لو انا هنا اي حاجة بعد 3 سيجما
احنا مش بنعتبرها ايرور عادي، احنا بنعتبرها ميستيك. يعني اي حاجة ليها ريزيديوال اكبر من 3 سيجما بالموجب او السالب ده ميستيك، دي غلطة، دي حاجة مش باد اوبزرفيشن، لا دي غلط، دي مش اوبزرفيشن. انا هتعامل معاه على اساس ده، هتعامل على اساس ان ده المفروض ما كانش يحصل خالص. ماشي. طيب قعدنا نقول ستاندرد ديفيشن وما ستاندرد ديفيشن بنحسبه ازاي. هنحسبه، هنرمز له ب سيجما اكس هيساوي جذر مجموع الريزيديوال سكوير على ان ماينس 1. خلي بالك السكوير دي مش على الصم، يعني انا مش بقولك صم في اي سكوير، لا انا بجمع السكوير بتاع الريزيديوال، لان الحالة التانية هتديني صفر لانها جمعتهم اداني صفر، عملت سكوير صفر برضه. فانا بعمل السكوير ده ايه؟ عشان اشيل الاشارة وبعدين خدتله الروت، والان ماينس وان دي كأن ده سامبل، وقلنا ان دي كوريكشن بتتعمل عشان البايس، بس اركن ده على جنب. في النهاية ده كده اسمه ستاندرد ديفيشن فور سنجل اوبزرفيشن، عشان كده كأننا بنقول كأنه لسامبل، كان اوبزرفيشن دي سامبل من البوبوليشن بتاعك، دقة الرصدة الواحدة. ماشي. طيب عندنا حاجة كمان جديدة هنتكلم عليها. احنا جبنا الستاندرد ديفيشن قلنا عليه سيجما اكس يساوي روت مجموع الريزيديوال سكوير على ان ماينس 1. عندنا حاجة كمان هنسميها ستاندرد ديفيشن اوف مين، حتى نرمز لها بسيجما اكس بار، هتساوي سيجما الاكس على روت ان، او لو انت عايز تكتب الفورمولا كلها هي مجموع الريزيديوالز سكوير على ان في ان ماينس 1. طب اللي هو الستاندرد ديفيشن اوف مين، او ممكن نقول عليه مين سكوير ايرور او ستاندرد ايرور اوف مين، ده معناه ايه؟ ده المفروض انه بيقيس لك الستاندرد ديفيشن، بيقيس لك بعد النقط عن المين. فاذا في هذه الحالة بتاعت الايرورز كان الستاندرد ديفيشن بيقيس لك الايرور عامل قد ايه او بعده عن الصفر. خدت بالك في النهاية بيقيس لك فاريشن النقط الاوتكمز عن المين، انما الستاندرد ايرور او الستاندرد ديفيشن اوف مين ما بيعملش كده، ده بيقيس لك المين بتاع السامبل بعده قد ايه من المين بتاع البوبوليشن، لان خلي بالك ده ايه، ده سامبل ستاندرد ديفيشن، لان احنا قلنا ايه بنتعامل ان ماينس 1 دي مع السامبل، وحتى قلنا ده الستاندرد ديفيشن اوف سامبل او سنجل اوبزرفيشن. ماشي. وبهذه العلاقة تقدر تقول دايما ان ستاندرد ديفيشن في مين دايما اقل من او يساوي الستاندرد ديفيشن، هيساوي في حالة انك عملت رصدة واحدة فالمين هو فالسامبل هي البوبوليشن. ولو احنا خدناها سيجما اكس بار عملنا لها سكوير هنسميها الفارينس. ماشي. وقبل ما نسيب الستاندرد ديفيشن خلي بالك لو طلع معاك حاجة اي ريزيديوال اكبر من 3 سيجما هتعمل ايه؟ هتحتاج تشيله وبعدين تعيد حساباتك، او تشيله وعيد حساب مين. قلنا ان هو هيبقى ميستيك، فالميستيك بنعمل ايه؟ بنشيله.
بنشيله قبل ما حتى ايه نشيل الراندوم ايرور. حتى اتكلمنا في ده عشان نعرف نحل الراندوم ايرور من غير ما نبقى شيلنا الميستيكس. والعلاقة دي بتقول لي خلي بالك اللي هي العلاقة دي بتقول لي ان كل ما ال n زاد number of observations كل ما زاد كل ما standard deviation of mean قل, معناها الاكيوراسي هتزيد, معناها ان انا اقرب للقيمة الحقيقية يعني. وده اللي احنا عمالين نقوله ان انت ايه عايز تجيب قيمة ادق, عيد قياساتك. لان مثلا لو انت قياساتك بتقيس مثلا لحد ملي مثلا, يعني ده الاكيرسي بتاعك ملي, فلو قلنا انت قست 10.1 و10.2 وعملت افريج هتلاقي ان الافريج بتاعك 10.15. شوف انت الدقة بتاعتك زادت كمان, فهتعرف تقرب للاكشوال فاليو. ماشي. طيب تعالى نبص على بعض الديستريبيوشنز, ايه اللي حاصل هنا. عايزك توصف لي دقة كل ديستريبيوشن من دول, دول ديستريبيوشنز الايرورز حصلت. ادق واحدة انهي؟ ادق واحدة هتقول لي رقم واحد. ليه رقم واحد؟ لان الفريكوانسيز دي اللي حوالين الصفر, صح؟ دي الفريكوانسيز بتاعت الايرورز اللي حوالين الصفر, ما الصفر اهو. الفريكوانسيز بتاعت الايرورز الصغيرة كتير, يعني انا هعمل ايرور في نص ملي, نسبة الايرور انه يحصل في نص ملي عالية, والايرورز الكبيرة تقريبا صفر. خدت بالك؟ ده انت ما فيش, ده انت بعد الواحد خلاص تقريبا ما فيش ايرورز. فاذا رقم واحد ده اقدر اقول عليه اكيوريت او فيري اكيوريت حتى, لان نسبة الاخطاء الصغيرة كتير والاخطاء الكبيرة تقريبا ملهاش وجود. ماشي. طيب رقم اتنين نقدر نقول انه less accurate. ليه less accurate؟ لان زي ما انت شايف نسبة الاخطاء الصغيرة قلت بس نسبة الاخطاء الكبيرة زادت. خدت بالك الكيرف نفسه تخن كده عرض, كان ايه, كان الاول كل يعني كل ميت كده كان ضامم على نفسه, خدت بالك؟ فبعد ما يعني عندك نسبة اخطاء صغيرة عالية بس الاخطاء الكبيرة ما كانتش موجودة, دلوقتي بدأت تظهر. فبالنسبة الرقم 3 ده very bad او bad. ليه bad accuracy؟ لانه بصلها من هنا, انت لما يبقى عندك كيرف عامل كده وده الاكسس بتاعك, احنا قلنا ان الاريا تحت الكيرف هو البروبابيليتي, فمعنى ان كانه ستريت لاين او بيقرب لهذا الشكل الفلات, ان احتماليه الاخطاء الكبيره تقريبا زي الاخطاء الصغيره, يعني الدنيا كلها هايصه, فده مش كويس. ماشي. ده باد اوبزرفيشن. طب رقم أربعة, دي رقم أربعة شبه رقم واحد صح, بس مش شفتة. التشفيته دي يعني انا لو عملت ماينس اتنين, عارف انت لو عملت ماينس اتنين على كل حاجة هتلاقي اربعة جاي على واحد. طب مش شفتة دي كانت بتيجي من اني نوع من الايرورز؟ السيستماتيك. لكن انا لو عالجت السيستماتيك ايرور او البايس اللي موجود, هلاقي ان هو في عندي بعدها بعد علاج هذا ان انا عندي اكيوراسي مقبول. ماشي. طيب في وسط المحاضره احنا اتكلمنا على شويه, اتكلمنا على البريسيجن وشويه اقول لك بريسايس وشويه اقول لك اكيوريت. ايه الفرق؟ في فرق اصلا ما بين الكلمتين ولا ايه؟ في فرق. تمام. اول حاجه البريسيجن, يعني ايه بريسيجن؟ يعني مدى تقارب الارصاد بالنسبه لبعضها.
يعني انت بتطلع نواتج شبه بعض، تمام؟ يبقى تقارب الأرصاد بالنسبة لبعضها، ده معنى precision. معنى precise انك بتطلع الحاجة او الارصاد اللي انت بتقيسها، عمال انت تقيس طول مرة ورا مرة ورا مرة، تطلع لي 10.1 10.2 9.9 قريبين من بعض، ده معنى precise. طب افرض الطول اللي انت بتقيسه 15 اصلا، فهل القياس اللي انا قلت عليه precise ده هل لازم يبقى accurate؟ لا. طب يعني ايه accurate بقى او accuracy؟ precision يعني دقة، accuracy يعني صحة، يعني تقارب الارصاد لايه؟ للقيمة الحقيقية. ان انا اقول لك ايه، انا عندي طول الحقيقة 15 متر وانا اقيسه 14.9 15.2 وهكذا، ده معنى الاكيوراسي. فاذا في فرق، وعلشان ايه اوري لك الفرق ده بشكل اوضح، بص عندك على ده لو انت بتلعب ايه دارتس، ايه الفرق بين الاكيوراسي والبرسيجن؟ طبعا انت الهدف بتاعك انك تبقى جوه الدايره، فلو انت وصلت للدايره فده اكيوراسي، لو انت كل مره بتوصل للدايره فده برسيجن. فاذا الصوره اللي تحت على اليمين دي هاي اكيوراسي وهاي برسيجن، والعكس بتاعها هو العكس، انك مش عارف توصل للدايره اللي في النص ومش بتنشن في نفس الحته، ده انت كله متوزع، فده لو اكيوراسي ولو برسيجن. طب في الحالات التانية، لو انا عارف اوصل للنص فده هاي اكيوراسي لان انا قراياتي قريبه لي القيمة الحقيقية، لكن مش في نفس الحتة، يعني تقلش مني كده تقلش مني كده، مش عارف انشن كويس، فعندي low precision، مش عارف انشن كويس بس عارف اوصل، عارف ابقى ايه، عارف المكان اللي انا عايز انشن له فين. طب اللي فوق دي ايه؟ كل ما انشن تيجي فوق شمال، كل ما انشن تيجي فوق شمال، يعني محولة في حاجة، عايز ضبط زوايا، لكن ايدي ثابته مثلا وانا بنشن ايدي ثابته وكل مره تيجي في نفس المكان، فعندي هاي بريسيجن بس كلهم غلط، ما وصلتش ولا مره لهنا، دي مهويه زي ما انت شايف. فاذا لو اكيوراسي، فده الفرق بين الاكيوراسي والبريسيجن اللي احنا كنا بنعمله ميجر. حتى قلت لك ايه ميجر اوف بريسيجن، هل القرايات اللي انا بطلعها قريبه من بعض ولا في حاجه بعيده جدا كده مش منطقية، لكن انا في النهاية معرفش ايه القيمة الحقيقية في وسط اللي احنا كنا بنعمله في الستاندرد ديفيشن وكده، معرفش ايه القيمة الحقيقية، لكني كنت بقيس internal consistency، انما الاكسترنال اللي هو الاكيرسي معرفش عنه. ماشي. طيب اخر حاجة عندنا، لو انا عندي مثلا واحد بيقيس 100 متر، في ال 100 متر دولا الستاندرد ديفيشن بتاعه متر، يعني هو بيغلط في ال 100 متر متر مثلا، يعني واحد قاس 500 متر بس غلط فيهم 3 متر، انهي احسن؟ طب سيبك من ده، لو عندي واحد بيقيس زاوية، واحد بيقيس زاوية مثلا 70 او 75 درجة غلط فيها 20 منت مثلا، انهي فيهم ادق او اني فيهم عنده ايرور اعلى؟ فهنا هنلجأ ل relative error،
ده برضو شبه اللي احنا كنا بنعمله في الكوفيشنت اوف فاريشن، ان انا هقول الريلاتيف ايرور ده بيساوي الستاندرد ديفيشن على المين. خلي بالك ستاندرد ديفيشن اوف مين، ماشي؟ يبقى انا بهذه القيمه الريلاتيف ايرور ده هقدر اقارن بين يا اما ايه مثلا قياسين للطول، بس الطول اللي انا بقيسه مختلف، يا اما قياس طول وقياس زاويه مثلا، فيا اما ديفرنت فيزيكال يونتس يا اما سيم يونتس ويز ديفرنت ماجنيتيودز. الفكره ان انا بقارن بين حاجتين مختلفين، ماشي؟ وفي النهايه عن طريق هذا الريلاتيف ايرور اعرف انهي عنده ايرور اعلى، او انهي كان الميجرمنت بتاعه ادق او اقل دقه. وخلي بالك الريلاتيف ايرور ده المفروض يبقى يونتلس، فلو انا بقول بقيس 100 متر وغلطت في متر لازم تبقى غلطت في متر، ما اقولش غلطت في 10 سنتي، لان لازم اليونتس تتشطب مع بعض، ماشي؟ كده احنا الحمد لله خلصنا، وايه ربنا يوفقك.